لا صوت يعلو فوق صوت التغيرات المناخية، ولا صوت يعلو فوق صوت الحلول اللي العالم كله بيحاول يقدمها من أجل تفادي تأثير هذه التغيرات المناخية. شفنا كلام كتير عن علوم جديدة ظهرت في هذه القصة، زي الاقتصاد الأخضر، زي الطاقة الخضراء أو الطاقة النظيفة، وزي برضو ما عرف اصطلاحا بالاقتصاد الدائري. مركز معلومات مجلس الوزراء أصدر امبارح ورقة سياسات جديدة بيتكلم فيها عن دور الثورة الصناعية الرابعة في دعم الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة. الاقتصاد الدائري ده هو عبارة عن نموذج اقتصادي بيستهدف تقليل الهدر من الموارد والسلع والطاقة والاستفادة منها عبر قدر الإمكان عبر إعادة تدويرها، إعادة تصنيعها مرة أخرى، إعادة الاستفادة من هذه المواد مرة أخرى علشان تبقى في دورة متكاملة، عشان يبقى في إعادة تدوير ودائرة متكاملة، عشان نحافظ على البيئة وعشان نحقق أهداف التنمية المستدامة. في ظل إحصائيات ربما كلنا عارفينها أن الناتج اللي بيحصل من مصر سنويا من القمامة بيوصل إلى حوالي 26 مليون طن. خلونا نتكلم أكثر بالتفصيل مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد، هيكلمنا عن الاقتصاد الدائري والدائرة التي تدور في هذا الاقتصاد الدائري داخل الاقتصاد المصري وإزاي ممكن نستفيد منه أقصى استفادة ممكنة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، اسمحوا لي أحيي حضراتكم والسادة مشاهدي صباح الخير يا مصر الكرام. أهلا بحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. بدءا ببدء زي ما حضرتك تفضلت وقلت في المقدمة أن الشغل الشاغل للعالم الآن هو تقليل الأضرار البيئية ومن المخاطر البيئية الانبعاثات الكربونية أو تلوث البيئة بشكل عام. الاقتصاد الأخضر، الاقتصاد الدائري، حتى الاقتصاد السلوكي، كلها أنواع من علم الاقتصاد، علوم تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الإنسان. لو ركزنا على الاقتصاد الدائري أو ما يسمى علميا circular economy، هنلاقي أن الاقتصاد الدائري ده بيركز على معالجة أو منع تلوث البيئة بشكل يؤدي إلى تحسين مستوى وصحة المواطنين. بمعنى أن النفايات بتمثل خطر كبير جدا، وزي ما حضرتك أشرت في البداية أن مصر فيها تقريبا من المخلفات سنويا 26 مليون طن مخلفات. هذا الكم الهائل من المخلفات لو لم يتم التخلص منه بشكل يفيد المجتمع سوف يؤدي إلى آثار ضارة بشكل كبير جدا، وبالتالي إعادة تدوير أو ما يسمى بالريسايكلينج، إعادة تدوير هذه المخلفات، يؤدي أولا إلى مثلا إنشاء مصانع. هذه المصانع تؤدي إلى إنشاء فرص عمل وبالتالي المساهمة في علاج مشكلة البطالة، استثمارات جديدة سواء كانت محلية أو أجنبية، أيضا يؤدي إلى أيضا إنتاج منتجات. لماذا؟ لأن إعادة تدوير هذه المنتجات أو النفايات يؤدي إلى إنتاج منتجات، مثلا بطاريات السيارات، حينما تعطل أو تتلف بطاريات السيارات نذهب بها إلى بائع البطاريات أو محل أو توكيل البطاريات، بيأخذها مننا وبيدينا بطارية جديدة وبيعمل خصم على قيمة البطارية. لو لم يكن هناك فائدة من هذه البطارية له لما أخذها، وبالتالي إعادة تدوير هذه البطاريات. أيضا الهواتف المحمولة، معظم المجتمع عندما يتعطل الهاتف المحمول بيلقي به، وهذا خطأ لأن الهواتف المحمولة أيضا بيعاد تدويرها، وبالتالي عملية إعادة التدوير أو ما يسمى بالاقتصاد الدائري بتؤدي إلى آثار كبيرة جدا. أيضا يتم باستخدام الطاقة المتجددة. الطاقة المتجددة تختلف عن الطاقة الأحفورية، الطاقة الأحفورية اللي بتنتج من الفحم والبترول وما إلى ذلك، وهي طاقة ناضبة بمعنى أنها تنتهي. أما الطاقة المتجددة لأنها لا تنتهي، تأتي من إما من الرياح أو من الطاقة الشمسية، وبالتالي هي متجددة دائما. مصر ربنا سبحانه وتعالى حباها بنعم كثيرة جدا، من ضمنها طبعا الموقع الاستراتيجي وأيضا الشمس والهواء، لأن طاقة الرياح تنتج الكهرباء. وبالتالي الاقتصاد الدائري، السياسة العالمية، توجه كل الدول للاقتصاد الدائري ليس فقط لمنع تلوث البيئة، وإنما أيضا لتحسين مستوى المعيشة، وأيضا ربط الاقتصاد الدائري بالتقدم التكنولوجي، الثورة الصناعية الرابعة. الثورة الصناعية أنتجت جيل من
التكنولوجيا متقدم جدا، النانو تكنولوجي والى اخره، البلوك تشين، يعني حاجات كثيره جدا يمكن الاستفاده منها في التكنولوجيا في معالجه النفايات. طيب خلينا نتكلم عن النفايات الاول، بعد كده هنتكلم عن الثوره الصناعيه الرابعه. النفايات وجودها على الارض ده غلط جدا بسبب انه عدم قدره هذه النفايات على ان هي تتحلل، تاخد وقت كبير جدا جدا، والارض في النهايه محتاجه ان كل المخلفات دي تبقى بتتحلل عشان ما يبقاش موجوده. فبالتالي في ناس كتير قوي بتلقي بهذه المخلفات في يمكن الميه، فبتتسبب في اضرار بالحياه البحريه وغيره وغيره على الارض كمان، وده سبب كبير قوي او رئيسي للتغيرات المناخيه. ازاي الفرد هنا يقدر يكون ليه دور ايجابي في التخلص من النفايات دي والمخلفات دي عشان نتخلص من المشكله الكبيره اللي بتواجهها الأرض كلها وهي التغير المناخي؟ سلوكيات الأفراد في التخلص من النفايات في غاية الأهمية. بمعنى أنه وأنا بيبقى عندي نفايات بعد في بعض الأماكن، ممكن بعض الأشخاص بيلقي نفايات في الشارع، وده خطر كبير جدا لأنه بيعود إليه بالميكروبات والأمراض وما إلى ذلك. وبالتالي التخلص من النفايات في أماكن محكمة الغلقة مغلقة، وضعها في أكياس مغلقة، يؤدي إلى ايضا بعد كده بيحصل عمليه فرز لهذه النفايات او هذه القمامه، المعادن، البلاستيك، الورق، الورقيات، لان اعاده التدوير ليها بتتم كل نوع بخصائصه بصفاته، وبالتالي بينتج منها حاجات كتيره جدا. يعني مثلا على سبيل المثال، لما بيبقى في حسن اداره لعمليه النفايات سواء من الافراد او من الدول، بينتج منها مثلا الاسمده، مثلا المياه الصرف الصحي، إعادة معالجة مياه الصرف الصحي بتستخدم في الري، ده في دول مياه الصرف الصحي بتستخدم في الشرب. تخيل بتصل درجة إعادة تدوير هذه المياه ومعالجتها بدقة شديدة. حصل فعلا في اليابان، ده صحيح بالضبط. طب يا دكتور، إحنا في مصر هنا واصلين لغاية فين؟ يعني أنا بعيد تدوير إيه؟ وإيه اللي ما أعدتش تدويره؟ ايه اللي عملته وايه اللي ناقص اعمله؟ وسيركل او دائره الاقتصاد الدائري او ريسايكلنج او عادة التدوير في مصر ناقصها ايه؟ اولا هو طبعا لا شك ان الاقتصاد الدائري بيتطلب تكنولوجيا متقدمه طبعا، فيمكن يكون التكلفه بتاعته بتبقى عاليه شويه، ولكن في رؤيه مصر 2030 وضعت الدوله الخطه بشكل حاسم علشان تبدا العمليه تتنفذ بخطى سريعه، زي ما احنا شايفين المشروعات على سبيل المثال، المشروعات القوميه الكبرى يتم تنفيذها في اوقات وازمنه قياسيه، يعني تكاد تكون تلفت انظار العالم الخارجي. وبالتالي ايضا ما يتعلق بالاقتصاد الدائري واعاده تدوير المخلفات والحفاظ على البيئه من التلوث، وايضا رؤيه مصر 2030 فيما يتعلق ب التنمية المستدامة، لأن دي فيها خطورة شديدة للأجيال القادمة، ليست فقط على الأجيال الحالية وإنما على الأجيال المستقبلية. إحنا دلوقتي تقريبا عندنا ما يزيد عن 50 مصنع لإعادة تدوير المخلفات بمختلف أنواعها، و50 مصنع بيشتغلوا بكامل طاقتهم. طبعا المصانع في زيادة مستمرة، لو جينا بصينا من سنة أو سنتين كانوا هيبقوا أقل من كده، وهم الآن والمصانع دي الآن يعني في زيادة مستمرة. أيضا ما يتعلق بمحطات إعادة معالجة مياه الصرف الصحي، عندنا تقريبا 425 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي. طب إيه اللي ناقصنا المجالات بس يعني يا فندم؟ نعم يا فندم، سؤال يعني السؤال تحديدا، إيه اللي ناقصنا المجالات اللي لسه لم ندخل فيها في إعادة التدوير؟ مجالات في إعادة التدوير؟ لا، هي حضرتك الملف كله مفتوح، الفكرة إن حضرتك إعادة التدوير بيبقى زي ما قلت لحضراتكم بيبقى في مختلف المخلفات، يعني مخلفات المصانع زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، المخلفات التي تلقى في المياه دي تمثل خطوره جدا على حياه المواطنين، وبالتالي اعاده تدوير هذه المخلفات وعدم القائها في مياه النيل، ده نوع من انواع اعاده التدوير او الاقتصاد الدائري. ايضا المخلفات التي تلقى، القمامه المنزليه اللي بتلقى في صناديق القمامه اعاده تدويرها، ايضا ما يتعلق بفضلات او خاصة القطاع الصناعي، القطاع الصناعي من أكثر القطاعات اللي بيبقى فيها ريسايكلينج أو إعادة تدوير لمخلفات أو لبقايا المنتجات الصناعية، وبالتالي الملف في خطوط موازية
في كل المجالات، ولكن طبعا المسألة بتحتاج لوقت، لأن برضو البداية ما كانتش من فترة كبيرة جدا في هذا الملف. يمكن في ظل الجمهورية الجديدة وفي ظل توجيهات القيادة السياسية بقى في خطى سريعة أكثر سرعة من ذي قبل. طب لو عايزين نتكلم عن جهود مصر في إدماج الاقتصاد الدائري، لو قلنا في القطاع الصناعي واستخلاص طبعا يعني فرص متاحة، إيه؟ لا شك أن إدماج الاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي بل ومختلف القطاعات من الأهداف العليا للسياسة، سواء كانت السياسة الاقتصادية أو فيما يتعلق بسياسة توفير بيئة نظيفة أو بيئة صحية. وإحنا شفنا ملفات كتيرة كانت الدولة بتحرص فيها على صحة المواطنين، من ضمنها مثلا كوفيد 19 أو كورونا، لما فيروس كورونا حصل فيه مشكلة شفنا كيف تعاملت الدولة بسرعة مع هذه الجائحة. وبالتالي الملف الخاص بالربط ما بين أو الدمج ما بين الاقتصاد الدائري والقطاع الصناعي بياخد أولوية كبيرة، وبالتالي بيتم وضع قيود وإنشاء أو سن تشريعات وقوانين صارمة وضابطة لمن يخالف هذه القوانين، بمعنى أن التشريعات اللي بتضعها الدولة للمصانع علشان ما تحصلش عمليات مخالفات بيبقى في غرامات مالية بتصل أحيانا إلى غلق المصانع، بتصل إلى عقوبات كبيرة علشان تلتزم هذه المصانع بالسياسة التي تضعها الدولة لتحقيق الاقتصاد الدائري ولمنع التلوث والحد منه. سؤالي الأخير، ماذا نحتاج من تشريعات لضبط منظومة الاقتصاد الدائري؟ ماذا تريد من مجلس النواب؟ هل هناك بنود أو اقتراحات متعلقة بمشروعات قوانين؟ نعم، أولا تيسيرات أكثر للمصانع التي تنشأ للاقتصاد الدائري، لتحفيز وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية أكثر، يعني إعفاءات مثلا على استيراد الآلات والمعدات، إعفاءات جمركية، إعفاءات ضريبية لفترات معينة للتحفيز، بس محتاجة أكثر تشجيع. بالتشجيع بالضبط. واحد، اثنين، مزيد من التشريعات الحاسمة والصارمة وعقوبات لمن يخالف هذه التشريعات. كل الشكر ليك دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد، يعني فهمتنا معلومات كافية ووافية في الحقيقة عن الاقتصاد الدائري. كل الشكر ليك.